تبارك الله لنا لنا مولاتي لبس هذا كندوي معاك ما كتشوفي فيه ما عرفتش كش بعدا انا واش خدامه في كاباري ولا خدامه في صالون انا كنعرف اللي خدام صالون راه محترم راسو وابراتشي انت ما تراجي يعني خصك تحترمي راسك شويه وتحترمي الجيران وتحترمي الدم جميلنا بعدا في الرجوله غير في اللباس اما البسطام والو الشفاوي والجيب الله يداوي ايوا سيدي انا كنعرف كي الا كنت راجل وسيد الرجال حتى داك الصالون ما تخلينيش نمشي ليه انا راجل وسيد الرجال وانت عارفه هادشي مزيان لان النهار الاول قبلتي بيا انا بحال هكا وزايدون حنا عندنا فساتنا ما فيها باس المراه تعاون مع الراجل دابا انت كتعاوني مع راجلك فين كاين المشكل انا غدا بعد غدا ان شاء الله غادي نخدم المهم هاد اللبس هو اللي ما بغيتش نبقى نشوفو انا حيت الصراحه ما نكذبش عليك انا هذا ماشي لبس دابا كندو معاك فمي غدا ندو معاك بيدي ايوا سيدي الله يقطع عسلاله الا كانت هي هادي التربيه اللي مربينكم في عائلتكم ديال المراه تخرج تعاون الراجل انا خويا النهار الاول ما اتفقتش معاك على هكا ايه نتعاونوا على الزمان ما كاين حتى شي مشكل ولكن نخرج بوحدي تنضرب الكرفي وانت نجي لاقك تقبل ليا هنا السداري لا 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 هادشي ما كيدخلوش للعقل وزيدون نلبس كيف ما بغيت الصالون كيبغي الناس يشوفوا الصوره فيا عادي يدخلوا عندي صايبو شكتي شحال لك الفمه ياك ماشي اللي كنتعامل معاك زوين وطابيش معاك شي يجي يطلع ليا فوق راسي الله يمك تسدك نشوفلك على راسك اخر ما تبقيتش بدي عائلتي وغادي اصلا انت هاد الصالون واش كتجيبي منه 50 درهم 100 درهم في النهار شحال كتجيبي كاع مبسط الناس للصالون الصالون يسمع الصالون يقول نبات ايوا السيون راه هنا نبات هذاك الصالون هو منين كتلبس ومنين كتشرب ومنين كتسهر ومنين كاري ومنين كتخلص الموضه سمعتي غير دوكا واحد الكلمه اخر ما تبقيتش ديسيبلين عندي بحال هكا حيت طلق مني طلق مني واش انت ماشي راجل واش مات ما بقيتش عارفه انا راسي مع من عايشه انا ماشي راجل انا ماشي راجل حسب دابا نبدا نسلخ في امك نوضي حيدي بحدايا وري داك الساك ونوض يلا الساك ونوض يلا نوضي سيري بحال مزيان تبارك الله يلا ولا تزورني مهنه واجي تصفقيني كاع مية وسبعين درهم تادو فلوس كدو عليهم الصالون الصالون الله قطعك تيو داك الصالون شي جيبهم بعدا بشي بيضات بو على كنس بونسوار حبيبه ندى صافا بخير على سلامتك مدام غزال كي دايره مزيان الحمد لله حبيبي لا بخير هات لي ندى معطيك الصحه وهذه ديالك شكرا اختي كنبغيش نجي فاش ما كتكونيش لا لا تعطيك مرحبا بك في اي وقت الله يعاون سلامه وسلامه مني تبارك الله عليك انا هذا حبيبه ديالي الخدمه ديالك طوب الكليونت اللي كيجي كيشكرك الا ما كنتيش انتي والله ما كيبغيو يصاوبوا ايوا اختي غزال الله يحشمنا حتى انا صراحه لاقيه راحتي معك هنا في الصالون يا ما صالونات خدمت فيهم ولكن بحال الصالون ديالك كاع ما كاين لا الصالون لا مولاتو هذاك الشيء اللي خطك علينا اتصلتي بيا حبيبه ديالي ياك لاباس خصك شي حاجه في الصالون ولا شنو لا لا اختي غزال كلشي كاين الصالون ما ناقصه حتى شي حاجه الصراحه بغيت نطلبك واحد الطليبه وراني حشمانه منك كيتسدو في وجهي كاع البيبان وكتبقاي قدامي غير نتيا ما كرهتش تسبقي ليا شي حاجه في هاد السيمانه حبيبه ديالي ناد انا راه ما عنديش مشكل ولكن حبيبه ديالي هادشي راه بزاف عليك يعني كتضلي خدامه وفي الاخر كيديهم راجل بارد غراب بزاف حبيبه ديالي خاصك تفكري مزيان ايوا اختي غزال اش غادي ندير راه كيقول لك واحد المثال خدمية التعس من سعد الناس انت كتشوفي حالتي البنات كلهم مشاو يرتاحوا في ديورهم وانا باقا كنخدم هنايا مع الكليان علاش باش كنزيد السوايع كنقول لي دخلتها زايده فيا الله تشط ليا شي حاجه اما الراجل راه قتلني في صحتي اللي خدمتها كيديها ليا صراحه حبيبه ديالي ناد هذا الشيء بزاف عليك شحال قدك حبيبه ديالي تصبري اللهم بناقص من هذا الجواش هذا راه كيتسمى جواج ديال الدل ايوا اختي غزال شنعتو عليا ما غطاو بنيه انا اللي اختاريتو النهار الاول حتى الا مشيت نرجع لدارنا غيقولوا لي تحملي مسؤوليتك انت اللي جبتيه ما جابوا لك حتى شي واحد ايوا انا كنصرف مكتوب انا ما عندي ما نقول لك انا هذا طلبتي مني طلب ما نقدرش نرفضه لك كاع الله يسهل عليك اختي غزال ديما كنوقف عليك وما كتخلينيش ماشي مشكل ممكن تكون مخاطر هانتي عقلي على الامانه اللي عطيتك انا اختي عاقله علاش ما كتعطيني
وديما مهليه فيا. الله يكثر خيرك، ما نقدرش نخسر لك حبيبتي. والله الا راه هادي دابا غتمشي لمول كرانيشان، بقى كيسالها ليا من الشهر اللي فات، عاد هاد الشهر هذا ما عرف شنو غادي ندير فيه. يكون خير يكون خير. غنديهم نيشان للوالده ديالي، الا ديتهم معايا للدار ما غيصبحوش، غيديهم يسكربيهم، الله ياخذ فيه الحق. يكون خير. انا اختي غنروح نجمع الصالون. يا الله خليتك على خير. كون كنت غير ديال راسي وكندخل هادشي كله كراني ما عرف فين وصلت، وليت كنخدم وكنديهم للراجل يسكر بيهم. ما تخافيش فلوس موجودة، هات يا أمري، يا أمري كل شيء ديالك. حبي، واش عايش على شي ساطة جديدة تجي تقول أخي أنا اللي ما كنبغيش دابا. أش هادشي يا يونس؟ أش هادشي كنشوف فيه أنا؟ شي بشوية، كالمي كالمة كالمة، مقصرين ناشطين. جيب لها شي بويرات. ما بغيتش حاجه مع هاد الكذا، ما صافي. شكون؟ انت اللي شكون وشكون هادي؟ صافي جاتي مكتبة انا جلسه بغيتي تحلمي عليا دابا ولا شناهو؟ ياك سيدي اللي سبق يقولها، شكون اللي حرم على الاخر العيشه؟ انا ولا انت يونس؟ ما رعيتي للجيران؟ ما رعيتي للعشره؟ ما رعيتي لتمارا والفلوس اللي كتدي لي وعرق جبيني كتدي لي باش كتجيب لي البنات للدار؟ تاش من عرق جبين كدوي عليا اللي تسمعك دابا الحبات صحابك كتصرفي عليا وكتفوني عليا حبي باش نجري على دابا ندير لها داك الشيء ديال بنت الحي محمد تصاحبيني سكرانه تقولي هادي هبا دابا انت شنو باغا فهاد اللحظه هادي دابا انت اش كتقلبي دابا حرمتي حرمتي دابا شنو بغيتي تمشي معاك للحبس وانت قول لي شكون هي هادي مرتي هادي مرتي مرشك مشينا فيها فاسد اختي انا مرتو وهذا اللي جالس كيبين عليك في الرجوله راجلي وانا اللي كنصرف عليه وانا اللي كنضرب تماره في الصالون وكنجيب له باش يشرب وباش يسكر وباش يزهى وينسى المشاكل اللي اصلا هو ما عندوش المشاكل انا اللي كنقيل كنضرب فيهم تماره وانا اللي كنقيل حنية ضهري على اللي يسوى واللي ما يسواش وفي الاخر ها هو باش جزاني ها هو هالشرب هالنشاط هو ما كاينش في هذا العالم ايوا اختي كي جيتك غتمشي فاسد ولا لا خشي انا نشرح لك كل خرافه وتشهدني ما غادين عليكم ميزيريش خشيك انا خرجت انت سمعين انا خشيك جا جالسه في البار ديال بو احمد شفتو هو يقول لي انا نكمل الشراب صافي خشي انا ما عارفه لا مجوج لا مطلق لا والد شنو تخرجني انا ناري يا صبري يا صبري تي مالك دابا صافي يعني شنو تخرجني خشي انا نمشي بلي شي هي احسن انا ما قديش خشي على الكوميسيريه الله خرج منا الله يحفظك خشي نو تخرجني دابا صافي شوف انت اجهدني انا بحال خشك حيت شي حاجه تعداش عليك اي وحده مشقه الحاره خشي بلا ما ترغبيني انت ما عليك والو ولكن انا غنمشي نطرق داك الباب وغنعيط على البوليس الله يخشي سلام الله يعاون صاكي بالصحه صافي ما بقيتيش سكرانه انا وليتي تقلبي على الصاك صافي عجبك الحال دابا انت ما شكون اللي عجبو الحال دابا انت عجبك الحال اللي مدخل ليا في داري حيت انت منكده عليا انت منكده عليا اش بغيتي كان حدايا ريحتك خانزه اش بغيتي خلصتيها حياتي خلصتيها شي هاد الدار خليتها لك وبينك وبين مول الكره بينك وبين مولك واه وتاجي قالك بينك وبين مولك تعال تنسي تخلصي وسيري ريح عند امك مزيان تبارك الله ولا دابا ملي نجيب فلوس لك انا مصيبه والله يسمي عند البيسي هذا نادى نعم ماما
عطيني عقلك نضرب معاك شويه. هانا هيدي التلفاز. هاي التلفاز. شحال كدك بنيتي غتعاودي تخرجي من الخدمه وتجي عندي هنايا؟ انا ماشي قلق صبك راك بنتي، ولكن بنيتي راه خصك ترجعي دارك، تبقى خاوية دارك عما غتزيد المشاكل. واش ماما عارفه راسك شنو كتقولي؟ الا بغاو هاد المشاكل يتزادوا يتزادوا، راه كيقول لك كبرها تصغار. انا ماشي شغلي فيه، الا ما جاش هو اللي رجعني بعزي وبشاني والله لا رجعت ليه. واش عرفتي شنو لقيتو كيدير؟ لقيتو مدخل عليا الصاحبه للدار. واش ماما ترضي لبنتك ترجع لعند الراجل وهي محصله في داك الحاله؟ ابنيتي الحق معاك وغلط وما يسواش، ولكن اش غنديروا بنيتي؟ تعاود ثاني نقول لك تخوي دارك. نخوي دار يا ماما، نخويها اليوم وغدا وما يطيحش عليا الدل. انا كرامتي فوق من كل شيء. الدل هو اللي غادي يطيح عليك من غيشوفوك الناس راك مطلقه، غيقولوا حق يبداو يهضروا عليك يقولوا راه خرجه جرى عليها. تما داك هو الدل اللي غيبان عليا وعليك. ماما راه الطلاق حل الله سبحانه وتعالى. ايه ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن اختي اللهم كلمه مطلقه ولا مدلوله. ولكن بنيتي راك غادي تجيك الشمسه، الشمسه ما عمرك غتنسيها ملي غتخلي دارك وتخلي فراشك وتخلي كل شيء. ولو هي دار الكره والكره دارك، داكشي اللي عندك عنده. وماما وانا خليت له الجمل وما جمل، انا ما بقيت باغا والو، انا وليت باغا نشري راحتي، انا ما بقيت باغا حتى حاجه. ماما هذاك الفراش اللي تعبتي فيه ما بغيتوش، خليه له، ما بقيت باغا لا فراش لا والو. نقول لك انا ما نبغيش الدل اللي يجي عليك، ما نبغيش الدل يجي عليك. نسبت بركي اليوم شنو ديري مع الحل؟ واخا اختي دابا من هاد الهضره كامله شنو هو الحل ديالك انت؟ الحل هو غادي تنوضي تمشي لدارك، غنديك انا ثاني عنده سماكينه ولا لقيتو تفاهم معاه. ايوا راه اختي هو هذا الدل برجليه وبيديه اللي كتقولي اللي يمشي عنده. انا فراشك راه كله غيخرج، فراشك راه غيسبع حتى طبرطلي. خليه سمحت له فيه، الله يسامح الدنيا واخره، غير يعطيني راحتي. ما يبقاش فيك الحال اللي بيعك فراش. لا ما يبقاش فيه الحال، كذب عليك. ما تكونيش راسك عاصي. انا حياتي ضيع عالي، عاد الفراش غيبقى فيا. نادا ما تكونش راسك عاصي، يا غتمشي يا غتمشي نهضروا معاه وتمشي تما تبركي لي تما كاينه، ما تخرجيش لي تدري مع الحال. نوضي نوضي بدي صعب. عافاك خليني نبات عندك غير اليوم حتى الغدا. انا مخلياك ولكن غادي نمشيو عنده، ولكن غنهضروا معاه الى لقيناه. فهمتي؟ ياك هو كيعمر الدار وراه ديك هي بلاصتو. ويلي ويلي وراه واليلي هادي. زيدي ما تحش معاها، راه دارك هادي، راه بالسيف عليه تكون تجي. فهمتي؟ ما تحشميش، خرجي عينك وزيدي الحق اللي عنده عندك. دابا راه نتفاهم انا وياه وهادشي كله غنديرو ليه حد. مالينا قالتلك خرجات وخلا فيه الدار هو يدير فيها اللي بغا. مالو وشكون هوايا؟ شوفي واش كاين كلمه ليا نتفاهم انا وياه نقيني ودني. سالة هادي تزوجو بنات الناس وما يحسافطوش عليهم، عادي يولي يبانو ليهم بنات في الزنقة، عادي يولي باغي الزهو باغي الديعان في الزناقي. وماما على من كتهضري على واحد خاوي دارو تلقايه منين جيت عندك ما جلس فيها، معاش غير دوك السكيرية ديال صحابو تيقيلو يدور معاهم. وزيدون البيسي هو الوحيد اللي بقى ليا في راس مالي حمر فيه ورا باينة الدهباع ورا بلاصتو خاوي. بيسي هاويلي على ود السكيري، هاويلي على ود القمار، هذا غيكون قمار، هذا اللي كيهز الماء يعني ويديهم ويخرجهم يبيع فريشو. ما شوفي نقطع يدي لما كان هذا كيقمر. ايوا نوضي درا ماشي ضرب العيالات والزهو، هذا راه ضرب القمر. ماما الله يهديك، واش غير اجي وقمر؟ القمر راه عندهم ماليه، هذاك راه لقى الفلوس بارده وعجباتو القصاره مع البنات والسكره فابور، انا كنضرب فيهم تماره وهو راه كيمشي يزها بيهم. ود الحرام هذا راه حقر علينا، ما لقاش عندنا الرجال اللي مسخليننا كسافنا، كل قال لي قادو. اش كيقول لك الاولاد العزاره في الدار زينين؟ كل قال عندنا الاولاد، والله ما ينفنف ونجيب لي خوكي يكرفسي وردوا للطريق. ايه واش غادي نقول لك ماما؟ ايوا واش غتقولي ليا؟ الا بالقوه كيموت بالضعف. اش غتقولي ليا؟ من الله كتقولي ليا؟ الا غتقولي ليا راه بان وواضح الشيء اللي ما يسمعش راه الوالدين، نهار الاول ما بغيتوش لك ياك هانتي وصلتي. يلاه تبعي الحب، اش شديتي دابا؟ شدي الحب في يدك. راه الا ما صبوش لك الوالده ما بصموش لك راه ما كينجحش الزواج. خذ راهي بكي لك ما تاخذش راهي نضحكينك. نهار الاول شفتو سولت عليه لقيتو مصالح لا الزواج لا والو. ايوا ماما كيقول لك واحد المثال، يبقى فينا الحال على الدلاح الى عواج، اما الفكوس هذيك هي في صالته. دابا اللي عطى الله عطاه، هذه اخر مره انا هاد النوبه درت على وجهك ورجعت للدار. مره اخرى الا اختي انت ما بغيتينيش
كيف ما كريهنا انا والراجل غنمشي نكري بوحدي وصنعتي راه في كتافي. اش غايقولوا العائله؟ يلاه تزوجت وجات هنايا كرهت فيه كرهت نشدك ولكن يلاه شنو يلاه تزوجت واخا انا غنتبع لك العائله تتولي كتسنسلي فيا بويا عمر. طيب نيسي عاد صنتي لي واحد المره تفهمي معايا وتشوفي الا ما تنجحي حتى دابا كما قلتي. صافي ماما ما عندي ما نتصنت لك كنشوف لي يكون في البيت منين كيتصنت علينا. هاد الراي ديالها راه ما مسلكهاش ورغم ذلك باقا دافع كبير. واش غنقول لك بنيتي ما داستنيش الكبده وما نخليكتي وياه نتقاتلو. صحابي تا وقعت وقع الصحابي تا ما كتبدا تمرض فيا توك جوج ديال الطون هذاك سميت شو ضرنا فيها موسيقى لا والو كتدخل تدي تقلب ما كنت بقيت فهو هذيك الصغيره مع راسي الله يجيك كتنصتني كون كنتي مراك ونجوزتك زيدك الثاني على هذيك خيتي ما عرفت فين هي. صابون صابون وايا سولو سولو يحكي لكم ما جاري كملوا هوسات سولو بنات في الكاباري سولي سولي شي تشولي ريحة العود تعرف في ليه حاشاك تنشرب معاك لهلا يحييك ويطول الزمان عليك سبك هذوك اللي رباوني ومع عائلتك ما كتعيشوش فيما ندخل الغيط 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 والله يهدي كون دابا داخل غنعس وغير جات تخليني عاوتاني نمشي نخرج بهذا ونكنصوب في الزنقة نعس 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 ما تنوض ان شاء الله مصيبة والله الا مصيبة تجيني من تما المهم عطيني شي حاجة باغي نمشي ندير تندير ونرجع لك من نهار عرفتك وانت عطيني باش ندير اش باغي دير دار لك في الصحة والعمر ان شاء الله خرجتي لينا حياتي فين كنت كنشوف النهار الأول أنا من كنت كنعرفك بحال هكاك وكاع ما تزوجت بك ضيعتي لي حياتي وضيعتي لي شبابي كنت عايشة في دارنا معززة مكرمة تا وليت كنضرب التمر على اللي يسوى واللي ما يسواش انت ودوك السكيرية ديال صحابك دابا انا وليت كنمشي كنخسر رزقي المالي الخاص كنخشي كنخرج باش نشرب كنرجع عندك انت كنكري عليا بغيت نسولك انت شنو الشباب ضيعتك انت اصلا كون ما خديتكش انا ما كان يدير فيك حتى حد شنو كيدايره وانت بغيت تزوك واحد الكلمه بعدا انت كلمه جوج عائلتك عائلتك ما عمرنيش بدك عائلتك راه حشمت نضربك هادي على راسك كيفاش تضرب لي هادي على راسي شنقول لك يا يونس الله ياخذ فيك الحق يا ربي يا ربي يا ربي لما تشوف من حالي يا ربي وتعفو على هاد السيد هذا ولكن شتي لي بحالك كاع ما كيعفو عليهم الله حيت عارف قلبهم كي داير وعارف دماغهم كي داير يا ربي شنو غنديرو ودابا تي مني هزك فوق السما وكتطلبي في الله سبحانه وتعالى طلبي طلب عليا باش نتفاقو انا وياك هنيني منك الله يرحم لك الوالدين الله يعفو عليا والله يعفو عليا منك اما هذا راه زوين هذا راه ماء الحياه هذا راه العود هذا العنبر اما انت اش كنشوفك انت النهار كامل جيت لك كليك 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 او تيتهناو منك عائلتك جيتي بغيتي تسقي فيا انا ولا مالك ونعطيك اسيدي الف تساع وانا اش كنستافد منك من نهار عرفتك وانا اللور اللور من نهار عرفتك وانا في تمارة واخا يقول لي انا اش مستافده منك شنو غنعطيك الكراس صافي عيقتي تيماك تو سمعت لي بحالي يلا حيد انا غنسد بحالي نودي حيدي بحدايا نودي حيدي بحدايا مزيان تبارك الله وانا دابا غادي نمشي عند اللي بحالي انا دابا نمشي نخرج عند العيط هذا شي وحده من البنات اللي كنعرف نمشي عند الزعيد نمشي نقصر معاه تما عنده ربعه الدريال جي عندك يلا زعما اش غادي نقول لك وجه قاصح بلا حشمه بلا حياه جاي عندي حتى للدار شوفي اختي انا اي كلمه غادي تقولي انا مقدراك ومتفاهماك وانا راه كنحس بالوليات وراه داكشي علاش انا جيت لك انا بغيتك تسبقي العيب حتى تعرفيني بعدا علاش جايه مرحبا لالا انا كنسمع ولا باقي لا جايه تقولي لي راكي حامله ولا جايه تقولي لي انا اللي ديت لك الراجل لالا غير بصحتك لا لا بالعكس اختي انا ما حامله ما ديت لك الراجل ما نكذبش عليك انا شفتك في الصالون ديال غزال
وغزل على صاحبتي بزاف وعودت لي بزاف الحويجه لك وحسيت بك. وكيف ما قلت لك انا راه كنحس بالوليات. انا رجيت غير نطلب منك السماحه اختي. انا قسما بالله العلي العظيم انا ما كنتش كنعرفو ان راجلك مزوج. المشكل ماشي فيك اختي، المشكل في راجلي اللي كيطيحني في هاد المواقف. ومنين وصلت الخبر حتى الغزال ما بقى ما يتقال. لا لا غزل ما فرصت حتى شي حاجه. غزل انا اللي سولت عليك، عودت لي ظروف كامله داكشي علاش بقيتي فيا وجيت نطلب منك السماح. شوف اختي اش سمك الله اميمه شرفين، راه ماشي انت الاولى ولا الاخره، غير جات فيك النوبه داك النهار وصافي. راجلي اللي فيه المشكل، راجلي اللي ولفها بارده، ولف الزهو ولف الفلوس كيجيو حتى لعندو، ولف الماكله محطوطه فوق الطبله وما ضربش ليها الهام وما عرفها باش روات غير عزة وبات. شنو نقول لك اختي، الله يصبرك الله يصبرك وصافي. ولكن انا اليوم معك صاحبتك ماشي كحيت هو كنعرفو، ديري حل، ديري حد لحياتك حيت تالي هادشي يكون خير اختي. المهم بلا ما نطول عليك واقيلا غادي نمشي من الاحسن باش ما يجيش ويلقاك هنايا. يلا اختي. ماما حبيبتي هي 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 عييت وحق الله كنقول واش نلقى ماما ولا ما نلقاهاش. ماكل وجهك حنا صفر ورا من الخدمه نيشا اللي عندك. تمام هاكي شتيني حيد تبردلتي وحطيت صاكي معليش ديك الخدمه راه هي اللي محيده لك التصاور بنيس. ايوا الحمد لله داز نهار مزيان مزيان، ولكن ماما ما عرفتش شنو وقع لي البارح. انا علاش وقع؟ كنت جالسه يا ماما مشيت من الخدمه بكري. ايوا صافي وانا كنسمع الدقان في الباب شكون كنلقى؟ كنلقى ديك خيتي اللي لقيتها مقصره معاه داك النهار جايه عندي داق داق نحيدو من الباب. دخلت معايا سمحي لي انا ما كنتش عارفه مزوج وغزال راه معاوده لي عليك. المهم خباري انتشرات. اويلي بنيتي اش هادشي كيوقع عندك بنيتي؟ تكون جايه دير نوايرك على شي حاجه وجيب لك شي سحور ولا شي حاجه. واش بنيتي نيسه حسنه متاكده؟ والله يا ماما لك كثرت لها من كضحك. واش من نيتك هذيك؟ واش لقات تعشى ليلك وكان عندها باش تسحر كاع ما تجي تقصر مع سكايري؟ انا ودي وانا ودي ما عندهاش فلوس كنتي طالع عليها صافي حيت قصرت مع راجلك صافي ما عندهاش الفلوس. مالها ما عندهاش فلوس كنتي طالع عليها؟ شوف يا ماما شتي الهيد ديالو وصحاباته والبنات اللي كيعرف انا مبقاوش مع عمري اللي راسي. ما خلناش وقتنا كله غنهضروا على دخيتنا، خلينا نبدا كنا اجي لهنا القوتي مازال الحال عليه. سمعيني شنو بغيت نقول لك. اشنو دابا نهار كله وانا خدامه ودماغي كيدور وبغيت ماما نقول لك واحد الحاجه وما ترداش ليا في وجهي. الله هذه تكون التسقيمه ديال السعد ديالي. اشنو سالي؟ داك الذهب اللي شريتي ليا في العرس ديالي. ايه مالو؟ ما مالو والو، انا مخبعاه ماما لدوير الزمان والذهب لاش كيديروه الناس باش يرجعوا عليه. ايه وانا ماما ما نكذبش عليك لقيت واحد الهمزه وما بغيتش نفلتها، واحد المحل بالماتيريال ديالو ومولاه بغى يدير معايا المصارفه. بنيتي عندك نصب عليك؟ لا ما كاينش النصب في هذا الشيء، كلشي موثق وكلشي بالورق. انا عارفك محصنه وعارفك كديري شي حاجه مغيزه، ولكن بنيتي راه الوقت صعابت. شوف الا كنتي غادي ديري شي حاجه اللي تحمر الوجه انا راضيه عليك. سير الله يسهل عليك. وانا ماما بغيت نبيع داك الذهب حيت التواصل راني مخبياهم عندك، بغيتك تعطيهم ليا باش نمشي نبيعو وندخل على داك المويحين. الله عسى تقد ليا حياتي يا ماما شي شويه وتكون شي حاجه ديالي في سميتي. انا ماما كنضرب تماركي الحمار وكل شيء حتى حاجه ما ديالي. وبصي ما تقسم مسحيه عادي بغيت نقول لك بنيتي دخلي غير معقول وشوفي نهانيه وشوفي الناس اللي معقول. ها هي كرميتي شويه دابا هذا اللي كنت باغا تولدي مع الاولاد واللي ضارب عليك الكاغط وهو صدق ما صدقش عين قول. صافي ماما تفائلوا الخير تجدوه. صافي صافي كوني هاني غير واش بصمتي لي على هذا الشيء. انا راضي عليك سير الله يسهل عليك. سير يا ربي امين يا ربي امين. ما تكونيش عمرنا خايبه يا ربي. طيب عليك ولاد الحرام دعاويكم اللي واقفين معايا. دابا غنضرب نشربوا على واحد نديروا واحد واحد كوسو نشربوا على واحد البرد ديال اتاي ونناقشوا الموضوع مزيان. صافي غنبات معاك اليوم حتى الغدا عاد نبات وما نخليكش تمشي. صافي ولا لاقتك عجيب حس عاد ما بقاش الحال. صافي يلاه سير بد الحوايج. سير حبيبتي سير الله يرضي عليها الله يسهل عليها. مسكينه مكافحه وباغات تكافح وباغا دير ما لقاش العوين ما لقاش الراجل في جنبها وفي كسافها مريبها. دابا هادي كوزينه ديال مجوجين لا كوكو ثلاث اتاي لا بدل لا حتى حاجه ما محطوطه. دابا اش غناكل؟ بقات في الصالون مزوق من برا شبارك من الداخل. طيب دابا شنو طيب؟ لي بوط طيب لي بوط واخا مكنعرفش نطيب اش غادي دير تصاطحو بالمجال شي حيتي هادي.
هادي كاش خاص انا خبيت الدرف في الكوزينه عاوتاني حازم على راسك هذه المشاكل انا اللي نحزم راسي وما تعرفش كنتي تبكي وتشكي اسمع يا يونس غنقول لك جوج ديال الكلمات ما غنعاودش الثالثه الذهب اللي كان في الكاسرونه في الكوزينه فين درتيه جاوب الذهب كوزينه واعر هذا عمرني ما سمعت هذه القضيه حتى عاد كيخبي الذهب في الكوزينه حتى سمعت عاد انا كنخبيه في الكوزينه وما كنعرفش انا او الناس كيديروا الكوفر فور الكمالي وكيديروا ديري شوية تحضري تحضري اللي عايش معاك يخبع الفلوس والدب في البيت اللي عايش معاك عادة تبقى عنده الثقة يونس الله يرحم لك الوالدين دهبي كان في الكاسرونة فينا هو دهبك؟ تين دهبك كدو علي وشتي كتضحكي معايا ولا كدو بصة أنا كان صاحبك زعما كتضحكي معايا قلت أخيرا من نهار جوجة نضحكوا واحد دقيقة ساعتي ديما نبكى أنا ماش دب ما راي الدب أصلا أنت ما خليتيش كاع الماكلة مشيتيش في الزنقة محشومش عليك ها هادشي باش ماليا فيا مخلياني بالجوع وجاي دابا كتسولين على الدب كتهمي فيا انايا يونس الدار فيها غير انا وياك الا ما هزيتش الذهب انا غتكون هزيتيه انت فينا هو الذهب اللي كان في الكاسرونه اتفقي من القلبه لا لا تيشكوكي بنتي بحال تفركلتي ياك من ديك البرشيد وصل انا اصلا ديك البرشيد لا قلت مشيتي قلتي لهم الذهب في الكاسرونه هذوك الناس اللي مساكين اللي مرات تما غيضحكوا عليك واش تيجي بغات تسطيني ولا ماك تاين دابا انا في كاسونه تبيت لك انا النهار كامل وانا كنجبد في كاسونه كنطيب قسما برب الكعبه يونس الا ما قلتيش ليا فينا هو الذهب انا غنمشي برشيد وانت غتمشي للحبس ويلي شاتي تاع شويه تجالق مشينا خلينا مشينا بعنا تنفعنا بها غادي دير لنا بحال هكا ايوا صافي راه دابا هذاك انت باقا بصحتك باقا ان شاء الله ديري الذهب والذهبي 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 وزيدون برجل المراه ما كاينش السرقه علاش غادي نمشي للحبس انا اشفط شي حاجه محتاج فلوس خديت ذهبك اصلا شحال شحال ما جابيتا 5000 درهم من قاده وبيني وبينك ما كاينش فيها فيش كريديات وزعلان تيلا جالق هذاك الله يهديك والله ما جابش لنا كاع 5000 ويلي يونس ويلي وحيد على 5000 درهم شوش غتديني هاد مول الذهب وغادي تصط ليا تهديك خويا صافي اختي يا ويلي يا ويلي
صافي هذا ديك الساعه كنت ما غنديها كنت ما غنشري لي محل ما غنتبع فيه كنت ما غنكد حياتي دونك ساهل انا جيت عرفك انت غادي تكد حياته دابا واش غتديني عند ولدك ولا ما غدينيش عنده صافي دابا عندك 5 غتديني عنده ولا ما غدينيش عنده جاوب صافي نديك يا ربي حبيبي يا ربي صافي نديك نوض ولا عرفتي شنو ما بقيتش اخويا باغا الدب ما بقيتش باغا الفلوس الا كنت 4 مليون غتشري لي راحتي غير صحتك طلقني يونس طلقني خرجي لي على حياتي طلقني ما بقيتش باغاك واخد نزيه الحقوق ديالك صوب 4 مليون هادي اللي قلتي دابا صافي الله يسهل عليك شنو الله الا عرفك بنت الكرم وبنت الزود الله يسهل عليك بنت الناس والله يجيب لك ما احسن مني انا غنمشي بنات للمحكمه اذا كانوا غير بحالك ما بغيتهمش اخويا إذا كان الرجال غير بحالك بلاش ياخ ياخ منك سيدي ما تشدي عليك انا غنمشي نوض انا غادي نوض